وفي اعتراف جديد جاء على لسان أحد أهم مستشاري المرشد الأعلى، حيث اعترف بأطماع النظام الإيراني التوسعية والتي تنفذها عن طريق سياستها الخارجية الهدامة. وقال المستشار الإيراني حسن أزغدي أن بلاده تسعى لإقامة إمبراطورية تضم دولا عربية وإسلامية، وإذا استدعى الأمر سوف يتم حمل السلاح أو إرساله إلى تلك الدول.